عليك يا شيخنا. الله يحفظك ويكرمك يا رب يا بنتي، اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا رب. كنا عايزين نسال حضرتك، في الفترات اللي فاتت كان شفنا ان القراء ما خدوش حقهم قوي، يعني كان ايام الحظر والوباء اللي كان موجود كنتوا ممنوعين من الافراح، ممنوعين من العزاء، ممنوعين من سبوع، ممنوعين من الحاجات دي كلها. عايزين نعرف حضرتك دلوقتي بعد ما اتفتحت الموضوع ده، ايه شعور حضرتك دلوقتي؟ والله بص سيادتك هقول لك يا بنتي، وطبعا الموضوع وقف علينا كلنا، يعني موضوع كورونا ده ما كانش حد بيقرأ وحد تاني ما بيقراش، لكن طبعا دلوقتي اول ما الحمد لله يعني الامور يعني شبه انتهت، شبه يعني لسه ما انتهتش بس شبه انتهت، رجع تاني ايه القراء يقرأوا والدنيا مشيت الحمد لله. يعني الحمد لله كلنا بنطلع دلوقتي عزاءات، وان كان في بعض السمسرة يعني خليني برضه اقول دخلت دولة التلاوة، ان يعني في سمسارة دلوقتي، ودي يعني دي عاملة زي الطاعون اللي بيقضي على دولة التلاوة في مصر. انا بقول للنقيب الجديد ايا كان، يعني بقول له خد بالك ان دولة التلاوة دلوقتي بين يدي السمسرة. الاول كانت مقصره عليكم المهنه لما كانت مقفوله، لكن دلوقتي بعد ما اتفتحت بقى في سمسره وفي ده، هل يا ترى مقصره عليكم برضو ولا؟ بالنسبه للقراء الحمد لله المعروفين يعني تمام، الدنيا ماشيه كويسه، لكن انا شايف دلوقتي اني يعني انا عن نفسي تعرضت لموضوع السمسره ده، يعني وطبعا وكتبت على صفحتي الرسميه لصفحة الشيخ محمود الطوخي، كتبت لا للسمسرة، وكل الأصدقاء اللي على الفيسبوك وكل الدنيا كلها عارفة إن أنا بحارب السمسرة، وأي واحد سمسار يتصل بيا هو عارف إيه اللي بيحصل له، تمام؟ لأن دولة التلاوة أما تيجي تسمسر أنت أو تروح تقنع صاحب العزاء أو صاحب المناسبة إذا كانت فرح أو كده إن هو الشيخ الفلاني، يبقى صاحب المناسبة عايز فلان، والله العظيم قيل لي، قالها لي واحد أحد السادة اللواءات كان عنده ثلاث حالات وفاة، يعني هو قالهم لي يعني مش في مرة واحدة، يعني مرة والده وبعدين مرة والدته وبعدين جوز أخته. قال لي أنا قلت أنا عايز الشيخ فلان، أنا يعني تمام الشيخ محمود الطوخي، قال لي لقيت 20 سمسار جم، قالوا لا احنا هنجيب لك فلان وهنجيب لك كذا. طيب وعملوا انهم بيتصلوا بالشيخ محمود الطوخي كويس وما لقوش، لا هم مش قادرين.
اصل هو دلوقتي ببساطه ان اقول لك اما اتصل بالشيخ محمود الطوخي روح ضرب تك 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 اي ارقام وخلاص. الو مولانا انت مش موجود؟ انت تعبان النهارده، انت كذا، خلاص ده مش موجود يا سياده اللواء. ده اللي حصل. حضرتك بتطالب بايه؟ اللي حصل معايا ده هو اللي حصل مع الشيخ فلان، مع الشيخ فلان، مع الشيخ فلان. دي السماسره هي اللي بتنخر في دوله التلاوه. اما يفرضوا قراء معينين يوميا بعينهم، تمام، سواء في حفله او في عزاء او في او كذا، خلاص اذا الباقي مالوش بقى، يعني مش متواجد. كويس، اذا كان كف، والله العظيم بنشوف قراء كف 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 وما بيشتغلوش في المناسبات. يعني اللي بيشتغل في المناسبات، مع احترامي، مش كلهم طبعا، في ناس عظماء، لكن في اقول ايه، اطفال بيقعدوا على دكه التلاوه، اطفال طبعا، يعني او بمعنى اصح حافظين ربع اثنين ثلاثه وخلاص. هم اللي بيقولوا هنا، هو اللي بيقول في العزا ده، هو اللي بيقول في المناسبه دي، وهي دي، والناس بتهيص له والناس بتهتف له وخلاص. طيب هل يا ترى العادات والتقاليد اللي هي كانت موجوده زمان موجوده دلوقتي؟ بالنسبة للسبوع والله شوف يا ست الكل، أنا بكلم بالنسبة للسبوع وكلام ده. طبعا القرآن لا يقرأ في المياتم فقط، القرآن أنا بقرأ في الأفراح، بقرأ في السبوع زي ما حضرتك شايفة دلوقتي، ده ما شاء الله، يعني احتفال خاص بسبوع. حضرتك تحب تقول له ايه النهارده للمولود الجديد؟ ربنا يا رب يبارك فيك ويجعلك من سعداء الدنيا والاخره، ويجعلك من اهل القران، ويجعلك بارا بوالديك. ومعانا الاستاذ عماد بلح، متواجد النهارده بالسبوع ابو المجد المولود الجديد. حضرتك نورتنا النهارده بكاميرا اهل كايرو، وحضرتك تحب تقول ايه للمولود الجديد لكابتن حماد ابو المجد؟ اولا انتم منورين ونورتوا الدنيا، واحب اقول لابو المجد الكبير اهلا بابو المجد الصغير، واحنا حضرنا فرحك وكانت ليله جميله، ومرت ايام وجالنا ابو المجد الصغير الحفيد. ربنا يا رب يجعل كل ايامكم فرح. وعايز اقول لابو المجد، شوف الناس بتحب جدك قد ايه، يعني كل المحفل ده وكل حبايبه، وفي ناس كتير قوي ما جاتش، لكن كله بيحب كابتن ابو المجد الكبير، وان شاء الله يبقى امتدادهم كابتن ابو المجد الصغير، والف الف مبروك، ويتربى في عزهم ان شاء الله، ويا رب نحضر فرحه، وتكون انت برضو اللي بتباركي وبتقابلي وتعملي معانا الاحاديث الجميله. والف الف مبروك لابو المجد الكبير والاسلام، ولابو المجد الصغير ولكل اهل ابو المجد، منورتونا، والف شكر يا فندم. بشكرك. العفو يا فندم. بنقول له اهلا بيك، وطبعا انت ليك في الدائره كبيره، وطبعا يمكن دم شرق مع غرب، فبقالك ناس في غرب وليك ناس في شرق، وان شاء الله موفق يا كابتن تامر، وان شاء الله باذن الله يا استاذ تامر نقابلك ونعمل لك لقاءات واستقبالات، ونكون معاك ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. ومعانا النجم الكبير حسن الهلالي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، وانا سعيد جدا النهارده ان انا جيت عشان خاطر استاذ حماده، اللي هو استاذ حماده مدرب نادي الزمالك، وجيت عيد ميلاد عقيقه، وكان معايا الاستاذ سامر بسيوني الاعلامي، وعايز اقول له سامر ربنا يوفقك في الانتخابات القادمه، وبحيي اهالي شبرا الكرام، شبرا الخيمه، وكل اهالي شبرا ناس محترمين وناس كرمه وناس جدعان. وانا سعيد جدا ان انا جيت النهارده في وسط اخواتي وحبايبي، وبقول ربنا يوفق استاذ سامر بسيوني في الانتخابات القادمه ان شاء الله. عايزين نعرف من حضرتك ايه اخر اعمال حضرتك؟ ان شاء الله اخر اعمالي ان انا عامل فيلم رعب، الفيلم اسمه الفندق الغامض، ان شاء الله يعني هيبقى فيلم كويس، فيلم سليماني. حضرتك تقدر تنوهنا عن الفيلم او تدينا نبذه عنه؟ هو الفيلم اخراج الاستاذ بيتر، استاذ يعني ان شاء الله عريان سيدوم، المخرج عريان سيدوم،
الفيلم ده ان شاء الله بيتكلم عن فندق فيه مسكون فيه جن وعفاريت، وانا طالع مع صبري عبد المنعم اللي هو راجل من رجالته في الفندق اللي هو دراعه اليمين في الفندق. يعني بشكر حضرتك جدا، وحضرتك نورتنا في برنامج اهل كايرو، وان شاء الله انتظروني برضك فيلم مع استاذ روماني زاخر، فيلم اسمه زين الصعيد. وانا بشكر برنامج اهل كايرو وبشكر معانا الاعلامي تامر بسيوني الكبير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا نرمين، عاملين ايه؟ اهلا بيك يا نرمين. عايزين حضرتك النهارده تدينا كلمه لابو المجد البيبي اللي دخل في عائله كابتن حماده ابو المجد، حضرتك تحب تقول له ايه النهارده؟ اقول له الف الف مبروك وربنا يحفظه لهم يا رب، ويا رب نشوفه كده قريب في الجامعه ونشوف فرح ونحضر فرحه برضه وتغطيه برضه انت يا نرمين في برنامج اهل كاير ان شاء الله باذن الله. بما ان حضرتك نازل البرلمان السنه دي، عايزين حضرتك بقى تقول لنا عن البرنامج الانتخابي لحضرتك. والله يا نرمين هو البرامج الانتخابيه كتير، بس انا عايز اقول حاجه واحده، هو انا في اهتماماتي في الاول والاخير هي الشباب، لان الشباب هي طاقه المجتمع والطاقه اللي هي بتنتج لاي مجتمع موجود. واحنا بنقول ان الصحه والتعليم وكل ما هو بيعاني منه المواطن المصري ده يعتبر في اهتماماتنا كلنا يا نرمين. بشكر حضرتك جدا في برنامج اهل كايرو، حضرتك نورتنا النهارده. انا بشكرك يا نرمين، بشكر كل فريق العمل النهارده، وبشكر طبعا كابتن حماده ابو المجد، بشكر المرشح المنتظر والنائب المنتظر الاستاذ سمير الزهار طبعا، اتفضل يكمل معايا. ومعانا النائب المنتظر استاذ سمير الزهار. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا، نورت الدنيا. حضرتك كلمني عن حضرتك متواجد النهارده عند كابتن حماده ابو المجد، وان شاء الله ربنا يبارك لهم في البيبي الجديد، حضرتك تحب تقول له ايه على البيبي الجديد ابو المجد؟ لا طبعا كابتن حماده ابو المجد اولا محبوب الملايين والجماهير وكل حاجه، اخلاقيا وفنيا في كره القدم، واعلاميا راجل كبير جدا منتشر اعلاميا لان هو موجود في الساحه الرياضيه باستمرار. فطبعا شغل الخيمه كمان على وجه الخصوص بتحبه جدا، لان هو فعلا من العائلات المحترمه جدا عندنا هنا، بالاضافه الى نجوميته طبعا. لكن بنقول له الف مبروك على المولود الجديد اللي داخل العيله، واللي هو طبعا اصبح دلوقتي حفيد، وبنقول له ان شاء الله باذن الله يتربى في عزك وتجوزه وتشوفه عريس باذن الله ان شاء الله. طيب عايزين كلمه الاستاذ تامر بسيوني بما انه نازل الانتخابات 2020. والله احنا عايزين نقول لكل المرشحين، مش للاستاذ تامر بسيوني بس، تامر بسيوني مش هو الوحيد المرشح، مرشحين ناس كتير جدا، لكن احنا عايزين نقول لهم ربنا يعينكم، لان المرحله صعبه جدا جدا جدا، فشد حيلك يا استاذ تامر لان الموضوع كبير، وكل مرشح المفروض يعرف كده ان العمليه صعبه، لان شبرا خيمه بالذات ومصر عايزه نواب على قدر المستطاع تكون موجوده 24. عايز اقول كلمه اوضح، انا طبعا باركت لابو المجد الكبير بعد ما خلصت معاكي وناقشت الاستاذ تامر، فبيني وبينك انا احترت، يعني احنا عندنا حبايب كتير قوي، وبعدين الدايره لما انضمت شرق وغرب شبرا الخيمه، انا فكرت طب احنا ثلاثه اختار مين وازعل مين واعمل مين، فبقول للاستاذ تامر وبناقشه، لان الاستاذ تامر كشخص وكفكر اهلا بيه، عضو مجلس نواب فعال يقدر يشرع ويقدر يراقب ويقدر يخدم اهل دايرته. فالراجل اتلاقيت الفطانه بتاعته والفراسه والجدعنه جدا ان هو بيرفع عني الحرج، بيقول لي انا قايمه ان شاء الله، انا ماليش دعوه بالفرد، انا ان شاء الله قايمه. فبقول له اله بلح بشبرا الخيمه بتؤيد القايمه، ان شاء الله هعمل له بوابه كبيره جدا جدا مع الثلاثه الفرد، واهلا بيه وكده. وقفني على صخر ان هو ان شاء الله هنشوفه في مجلس النواب الخاص، والف الف مبروك ان شاء الله يا استاذ سلام. شكرا يا فندم على الاضاءه. ومعانا الحاج عبد الله مساعد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك تحب تقول ايه النهارده الكابتن حماده ابو المجد وعلى البيبي الجديد على ابو المجد؟ اقول له الف مبروك وربنا كده يبارك فيه ونشوفه كده ناجح زي الحاج حماده كده رياضيا وعمليا ان شاء الله باذن الله. طب كلمنا عن العادات والتقاليد، هل يا ترى هي اللي موجوده تقاليد زمان، ولا بقى في اختلافات في 2020؟ لا احنا في المنطقه اللي احنا فيها دي ماشيين على تقاليد زمان برضه. طب ايه هي التقاليد بتاعت زمان؟ المجاملات،
زي المجاملة دي مثلا، العقيقة مثلا، من غير مناسبة عايز اعزم نفسي، واجب العزاء واجب الفرح، مش لازم ان انا اعرفك ان انت تعزميني، احنا واخدين على كده. انا بشكر حضرتك جدا معانا النهارده وسعاده ومعانا استاذ جمال، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الف مبروك على البيت الجديد، وخلاص بقيت حضرتك جد. انا جد من زمان. طب كلمنا عن العادات والتقاليد اللي موجوده دلوقتي في مجتمعنا، هل يا ترى اتغيرت عن زمان ولا 2020 برضو هي العادات والتقاليد؟ العادات البلدي الحلوه بتاعتنا دي هي ما بتتغيرش، مفيش اي تغيير فيها، هي كورونا بس الجديده، بس مش حاجه جديده. طيب حضرتك تحب تقول ايه النهارده الكابتن حماده ابو المجد، وعلى البيبي الجديد ابو المجد اللي دخل الليله نورها؟ طبعا الف 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 مبروك، عقبال ما يخويه ان شاء الله ويتربى في عز الكابتن ان شاء الله، بامر الله يعني. بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. ومعانا كابتن طارق، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حضرتك النهارده متواجد عند كابتن حماده ابو المجد في السبوع بتاع ابو المجد، حضرتك تحب تقول له ايه؟ قول له الف مبروك كابتن حماده، اخ لينا عزيز علينا، والف مبروك، وان شاء الله السنه الجايه يكون في نادي الزمالك. ان شاء الله. طب حضرتك كلمنا عن العادات والتقاليد اللي موجوده بالنسبه للاسبوع، بيبقى نظامه ماشي ازاي والعادات بتبقى ازاي؟ العادات بنيجي نشوف بعض طبعا ونبارك له ونقعد معاه شويه وكده. في هل يا ترى اختلاف ما بين العادات والتقاليد زمان وعادات التقاليد دلوقتي؟ لا، زي زمان زي دلوقتي. انا مثلا بحضرتك اتشرفت بيك يا استاذ. اهلا وسهلا بيك. حضرتك ممكن تكلمنا عن العادات والتقاليد بتاعت الاسبوع زمان، هل اتطورت دلوقتي في 2020؟ ما بتختلفش عن زمان كتير، لان احنا دلوقتي لما بيبقى في مولود بيتعمل له عقيقه، بيجي شيخ يقرا قران كده بنتبارك بيه، وبرده بنشوف ناس بقى لنا فتره ما بنتناقش، بيتلم شمل العيله والصحاب والاحباب، ومبروك لابو المجد، ودايما ابو المجد في العائله يا رب. ممكن تقول لنا كلمه للمولود الجديد؟ ربنا يطرح فيه البركه، وبرده يطلع اهلاوي بقى مش زملكاوي، مش كل عيله زملكاويه يعني. ومعانا الكابتن ناصر، احدى لاعبين بنادي الزمالك، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك متواجد النهارده عند كابتن حماده ابو المجد، وكلمنا النهارده عن المولود اللي جه لكابتن حماده ابو المجد، تحب تقول له ايه؟ عايز اقول له المولود الجديد شرف ونور لعائله ابو المجد، عائله عريقه بشبرا خيمه والالوبيه ومعروفه جدا، وكابتن حماده بقى جد دلوقتي، نقول له للمولود الجديد ربنا يجعله قره عين لكم ومن الصالحين ان شاء الله، وربنا يبارك فيه، ومزيدا من التقدم نلقيه لعائله ابو المجد، الناس المؤصله بشبرا خيمه اللي اعتبروا اخوات واصدقاء منذ نعومه الاظافر، وربنا يكرمهم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يدي اللي ما ادهوش اولاد، وربنا يدي يحقق امنيات كل انسان محتاج ولد او محتاج بنت، واللي ما بيخلفش خالص ربنا يديله بامر الله، بس هو يتوجه لله ويتقي الله ويدعي الله سبحانه وتعالى، وربنا بيحقق الامنيات لكل الناس. بشكر حضرتك جدا، واسعدتنا بلقاء حضرتك معانا النهارده. بشكرك. شكرا. معانا استاذ احمد طه الصحفي من مؤسسين مجله الزمالك سنه 76، كلمني النهارده، حضرتك متواجد النهارده في عقيقه ابو المجد اللي هو شرف عائله كابتن حماده ابو المجد، حضرتك تحب تقول له ايه النهارده؟ بقول له الف مبروك، وربنا يتربى في عزك ويديك احفاد تاني وتالت ورابع. حماده ابو المجد ده صديق عمري وابن حتتي، واولاده بعتبرهم اولادي يعني، وزيارات وسفريات مع بعض على طول. وبقول له مره تانيه الف مبروك، انت بقيت جد لاول مره، ودي مسؤوليه كبيره ومسؤوليه حلوه، وشكرا. معانا الحاج رجب السيد، يعتبر جد ابو المجد، الف مبروك على ابو المجد الجديد، وان شاء الله يكون احسن حد في الدنيا، وعايزين نعرف حضرتك تدي كلمه بقى لكابتن حماده ابو المجد، تقول له ايه؟ ربنا يسعده ويديله الصحه ويخلي الاولاد واحفاده. امين يا رب. حضرتك تحب تقول ايه النهارده؟
يوم سعيد طبعا، ويوم هنا، ويوم كل السرور طبعا. ماشي، بشكر حضرتك. شكرا يا بنتي، شكرا. ومعانا الحاج سيد عبدو. اهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا يا بنتي، اهلا بيكي في شبرا الطيبه. ربنا يخليك. عايز اعرف شعور حضرتك ايه دلوقتي، وحضرتك اول جد يجي لك حفيد يعني حضرتك؟ اول ده ممكن من 17 والله. بس احنا سعداء بيه جدا، لان ده اول حفيد لحماده، واحنا سعداء بحماده وبنسب حماده يعني. وقلنا قبل كده ان احنا بقينا مش عيله واحده، لا اكتر من عيله واحده. احنا من زمان واحد عيله واحده، بس احنا دلوقتي ارتبطنا اكثر يعني. فابو المجد ده بقى لما جه احيا المجد من جديد. طب تحب تقول ايه لابو المجد الصغير؟ احب اقول له اذا ربنا اداني طول العمر يعني احب اشوفك عريس، وانت تبقي موجوده برضو باذن الله. خليك يا رب، ربنا يطمن عليك. ربنا يخليك. طيب وتقول ايه حضرتك النهارده الكابتن حماده ابو المجد؟ إيه؟ حضرتك تحب تقول ايه النهارده الكابتن حماده ابو المجد؟ اقول له يا حماده الف مبروك، وعقبال ماجد في بيته برضو، وعقبال فهد، وعقبال البنت اللي موجوده، ربنا يخلي لهم ويخليهم له يا بنتي. طب كلمني عن العادات والتقاليد اللي بتحصل في السبوع، بتبقى ايه؟ والله هي العادات البلد المعروفه اللي هي زي احنا بنطورها شويه يعني. التطور اللي حصل فيها، والله التطور اللي حصل فيها ان هم تغاضوا عن حاجات كتير جدا كانت بتتعمل يعني. لا انت عارفاها وانا عارفها بقى. لا انا ما اعرفش. لا انت عارفه، احنا كنا بنحتفل بالعريس دايما لمده 7 ايام، دلوقتي اختصروها بقت ليوم واحد. يوم واحد في سعداء باللي بيحصل ده يعني. تمام، بشكر حضرتك جدا ونورتنا النهارده. ده انت اللي نورتي شبرا. انا كابتن خالد عبد اللطيف، حضرتك منورنا النهارده ببرنامج اهل كايرو. اهلا بيكي وكل سنه طيب. حضرتك طيب، حضرتك متواجد النهارده عند كابتن حماده ابو المجد، وشرفوا مولود جديد ابو المجد، ربنا يخليه لهم يا رب ويسعدهم بيه. تحب تقول ايه النهارده الكابتن حماده ابو المجد على البيبي الجديد؟ اقول له كل سنه وانت طيب والف مبروك، وبعيد جدا ما شاء الله، ربنا يا رب يديك الصحه ويكبر ابو المجد. وزي ما احنا بنحتفل النهارده كده بمولده، ان شاء الله ربنا يديله الصحه ويديني الصحه ويديك الصحه ولكل المشاهدين، ونحتفل ان شاء الله بفرحه وبابنه ان شاء الله. ويا رب كده من افراح لافراح لابو المجد والاسلام والعائله كلها ابو المجد. طب عايزين نعرف من حضرتك العادات والتقاليد اللي موجوده في مجتمعنا، هل يا ترى اتغيرت عن الاول ولا هي موجوده؟ بعض المناطق وبعض العائلات متمسكه بالعادات، ويمكن انا بميل للجانب ده لان عاداتنا وتقاليدنا بتاعت زمان هي اللي احنا اتربينا عليها. بعض المناطق الثانيه الجديده الحديثه اعتقد لسه العادات بتاعت زمان ما بقتش موجوده فيها بشكل كبير جدا، لكن اعتقادي الشخصي ان العادات والتقاليد المصريه اللي كانت بتاعت زمان هي الاصح والاصلح للتربيه، وخاصه في الزمن اللي احنا فيه. حمدي صالح، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك النهارده متواجد عند كابتن حماده ابو المجد، وشرفهم مولود جديد ابو المجد. حضرتك تحب تقول ايه النهارده كابتن حماده ابو المجد؟ بقول كابتن حماده من الناس المحترمه جدا في شبرا الخيمه، وعضو ثابت في نادي الزمالك، ويشرف اي مكان، والف الف مبروك للكابتن حماده. ونشوف ابو المجد الصغير كده لعيب في نادي الزمالك كده زي جده كده ان شاء الله. طب تقول ايه لابو المجد الصغير؟ نشوفك كده احسن حاجه في الدنيا، لان جدك من الناس المحترمه، واهلك من الناس المعروفه، وتطلع لاعب في نادي الزمالك زي ما ابوك جدك عايز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك. شكرا شكرا. ومعانا سوسو للتوالي 3 مرات، كلاكيت 3 مرات، النهارده بقت عمه. عايزين نعرف بقى هتعملي ايه مع ابو المجد الصغنن ده بقى، يعني حبيبي ابني مش ابن طبعا ده طبعا هخليه طبعا هبقى صاحبي، انا اللي هوديه بقى النادي وكل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ايه شعورك دلوقتي وانت طبعا عمه لاول مره بقى؟ عمه الاول بس ما تقوليش عمه صغنونه برده. لا هو اخويا صغنون برده، مش عمه قوي يعني. طبعا شعور حلو جدا جدا طبعا، فرحانه الاسلام جدا، وربنا يخليه لنا يا رب، ونشوف احسن الناس يا رب يا رب يا رب. حابه تقولي اي حاجه تانيه؟ ربنا يخليه واشوفه احسن واحد في الدنيا يا رب، ويخلي له باباه ومامته وبابا جده طبعا ان شاء الله يا رب. وربنا يخلي له تيتا. فين تيتا؟ اه تيتا.
لقيتها طبعا لقيتها نازله دلوقتي هتلاقيها هتخليها تضربنا دلوقتي لا لا هي جايه دلوقتي ما جبناش سيرتها ما نقدرش ما نقدرش ربنا يخليها لكم يا رب وربنا يكرمكم ويقوم ايه ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله يا رب ان شاء الله ونحضر صباحه بقى هتبقي خالته اه وخالته وعمته الاثنين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ومعينا كابتن حماده ابو المجد الف الف مليون مبروك على ابو المجد الصغير وعايز اعرف شعور حضرتك النهارده ايه لانك جد لاول مره شعور ما يتوصفش طبعا هي سنه الحياه من حوالي 15 سنه كده كانوا لما بيقولوا لي يا جد على اولاد اخواتي ولاد اخواتي بتقول لهم لا انا مش عايز ابقى جد لكن هي طبعا سنه الحياه وشعور ما يتوصفش طبعا ربنا يديم نعمة يا رب وعقبال كده ان شاء الله تيجوا تسعدونا ونسعد بيكم شهر بتقولي شعورك ايه بأول حفيد عندكم طلع شعور جميل طبعا ما يتوصفش ان شاء الله احنا في انتظار فرحة اكبر باذن الله ان شاء الله في خلال شهر كده فرحة ايه حبيبتي ان شاء الله باذن الله يا رب عايزة اعرف شعورك ايه النهاردة وانت بقيتي عمه لأول مرة ده احسن شعور في الدنيا طبعا احلى شعور في الدنيا ربنا انت شعورك ايه بعد الوقت وانت منتظرة مولود جديد خايفين مبسوطه طبعا مبسوطه ربنا يقومك يا رب على خير ان شاء الله ونحضر اسبوعك باذن الله ان شاء الله باذن الله هل بتقولي اي حاجه لابو المجد الصغير اه طبعا ده حبيب قلبي ده احلى بقى من اللي عندي ده بقى. ان شاء الله ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب اهلا بنت خالتي معانا عمه ابو المجد اهلا وسهلا بيكي اهلا بيكي يا حبيبتي عايزه اعرف شعورك النهارده ايه وانت جايه الكابتن حماده ابو المجد وجايه لابو المجد الصغير تقول له ايه لا احنا فرحانين جدا وان شاء الله بس عايزين برده نشوف فرحه ايه ان شاء الله والدنيا كلها فرحانه هم يستاهلوا كل خير طبعا تسلمي بشكر ومعانا جده ابو المجد مش عارفه اقول جدته ولا اخته الصغيره مش عارفه اقول ايه اقول جدته ولا اخته الصغيره لا جده الحمد لله ايه شعورك اللي يسعدني طبعا فرحانه جدا جدا شيء يعني كنت بستناه اتمناه وبستناه طبعا اول مولود في العيله ربنا يا رب يخليه لكم وشعور حلو قوي ويا رب تكون الفرحه تكتمل لما هي تجيب البيبي ان شاء الله باذن الله ونكون للمره الكام بقى الرابعه ولا الخمسة دي للتوالي معاكم اللي هو ايه فرح يعني فرح وسبوع نكون معاكم على طول دايما في الفرح يا رب يا رب دايما مشرفانا ومنورانا يا رب ان شاء الله نحضر فرح سوسو ان شاء الله ان شاء الله يا رب معاكم دايما فرح ابو المجد الكبير ان شاء الله باذن الله يا رب طب نقول ايه لابو المجد الصغنن الف مليون مبروك يا مي على البيبي وعايزه اعرف شعورك النهارده ايه وانت اول بيبي ليكي مش عارفه متلخبطه ومبسوطه وفرحانه بيه ربنا يا رب يخليه لك يا رب وتحب تقولي ايه النهارده لابو المجد الصغنن ربنا يخليه ويحفظه امين يا رب بس طب تحب تقولي ايه لمامتك النهارده اقول مامتك ولا اختك دي مش هلاقي عليها مامي الاثنين ربنا يخليها لنا برضه يا رب طيب النهارده تحب تقولي ايه لجده والتيتا ربنا يخليهم لنا يا رب يا رب يا رب راحوا بيه يا رب شعورك ايه بقى؟ طبعا مبسوطه جدا فرحانه جدا يعني فرحه مش عارفه اوصفها ربنا يخليهم لكم يا رب يا رب, يا رب.